عاجل الكشف عن سبب وصول جيش مصري إلى مدينة عدن، تفاصيل هامة وعاجلة، لنشاهد التفاصيل. كشفت صحيفة العرب الجديدة اليوم السبت عن وصول خبراء عسكريين مصريين إلى اليمن، واصفة لها بالتطورات المفاجئة في التعاطي المصري مع المشهد اليمني. وقالت المصادر أن الخبراء المصريين وصلوا إلى جنوب اليمن خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب الهجمات الحوثية التي استهدفت أبوظبي ودبي بهدف مراجعة خطط القوات التابعة لتحالف دعم الشرعية. وأوضحت المصادر أن المجموعة المكونة من 7 خبراء عسكريين مصريين رفيعي المستوى يوجدون في غرفة العمليات الميدانية ألوية العمالقة التي خاضت معارك ضارية أخيرا ضد المقاتلين الحوثيين أدت لإخراجهم من محافظة شبوة. وأشارت المصادر إلى أن من بين المهام الموكولة للخبراء العسكريين المصريين تجهيز خطط لتطوير الهجوم البري من جانب قوات التحالف ضد مناطق سيطرة الحوثيين، مع أعداد خطط محكمة لتأمين المناطق الحيوية بالتنسيق مع قيادة التحالف الداعم للشرعية في الرياض. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.